هلأ عنا خيارين، الأول نعمل فوضى وخناقة هون ونأذي بعضنا، شو رأيك؟ والخيار الثاني نسكر على القصة فوراً. أنا ما بفضل الأول أبداً لأنه المكان هون ما بيليق فيه ورح يطلع هالشي مو حلو. شو قررتوا؟ إجيت إرهان يلدرم؟ إيه أنا تفضل. نحن من الشرطة وبدنا إياك تيجي معنا على القسم. بس أنا ما فهمت ليش؟ عنا بلاغ باسمك بأنك متورط بقضية احتيال لهذا السبب. شو يعني هذا الحكي؟ أخي أنا على مين نصبت؟ فهمني. رح تفهم كل شيء لما تيجي على الفرع. تفضل. طيب رح بدل التيابة على الأقل وإجي فورا. تمام. وقع على إفادتك. طيب شو رح يصير هلأ؟ شو رح تعمل؟ إذا ما انسحبت الشكوى ضدك رح ننقلك على المحكمة المناوبة. هذا اللي كان ناقصني أنا. سيد إرهام؟ أنسة سبيل؟ يا ريتك جبتي لي معك شوية تياب نظيفة وأكل مثل ما بتعرفي، لأني رح انسجن كم شهر هون بفضلك. أنا حذرتك وقلت لك إنه في اتفاقية بيناتنا. ما عاد في اتفاقية، الموضوع خلص، وهي الاتفاقية كانت غلطة حياتي كلياتها، خلص. طيب نصيحتي إلك، وكل لحالك محامي يكون شاطر. مثل ما قلت رح تنسجن 6 شهور على القليلة. لك شو هذا يا؟ شو بدي أعمل هلا؟ خليه يضل بالسجن كم يوم، يمكن يرجع عقله لراسه. ولا لك تراجعت، ينعرض على المحكمة المناوبة ينسجن بعدد الشهور يلي بيقرر القاضي. بالنهاية أنا حاولت وصل معه لاتفاق بنية طيبة بس ما كان يفهم. سيبي الخانم، أنا بلتزم معك بالعقد حرفياً. تمام؟ ليش هيك عم تعيط؟ وطي صوتك، خليك راقي شوي. سيبي الخانم، أنا قلت لك إني خلص بلتزم معك بالاتفاقية، خلص شو بدك أكتر؟ تمام؟ شكله رجع لعقله. تعرف شو؟ خلص لكان، رح اسحب الشكوى هلا، شو ساوي؟ حرام. ماشي، شكرا. أنا شو أعمل؟ يلا استعجل سيد إرهان، هذا الكسل أنا أكثر شي بكرهه، عنا شغل كتير. استغفر الله. جاي سبيل خانم، جاي، أنا بأمري. بس ما تنسي سبيل خانم، الدنيا دوارة والكل رح يتحاسب على عمله. تعرف شو إرهان، حلوة هالمقولة، رح أكتبها على طاولتي. أي طاولة؟ وأي مكتب؟ شو ولا نسيتي أنتي إنه أبوك قلعك من الشغل؟ السيارة بتوصل لل260 ما؟ شو صار؟ ليش سكتت؟ فكرتك بتفهم بالسيارات؟ وكمان هاي السيارة متمردة، بس لا تنسى إنه إذا عرفنا نكبحها منسيطر عليها، ما هيك؟
بعد من وشي. عسف سبيل خانم، ما بتقدري تفوتي. سيدتون جاي أعطانا أوامر صارمة. عم قلك بعد عن وشي. لو سمحتي خانم، لا تحطيني بموقف صعب كتير. شوف، عم قلك بعد قبل ما يصير شي ممنيح. سبيل خانم. هي 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 هي، شو عم بيصير؟ ما بتقدر تمسك سبيل خانم بهي الطريقة، فهمت؟ سبيل خانم، تفضلي لعند الأسانسير، وأنا رح أجي فورا. شو صاير لك يا أخي؟ مو صاير شي. هلأ عنا خيارين، الأول نعمل فوضى وخناقة هون ونأذي بعضنا، شو رأيك؟ والخيار الثاني نسكر على القصة فورا. أنا ما بفضل الأول أبدا، لأنه المكان هون ما بيليق فيه ورح يطلع هالشي مو حلو. شو قررتوا؟ عم بستنى جوابكم. شو عم بيصير هون؟ هذا الشيء اللي كنت متوقعته منك سيد إرهام. اللي بعرفه انه ما بنقدر نفوت على الشركة هيك. يلا نروح. ممكن تسكر الباب سيد إرهان، ما بدي حدا يفوت. إخواتي، لا تواخذوني، بدي إزعجكم دقيقتين بس مو أكتر. أنتوا كملوا شغلكم. إرهان، شو صار يا ابني؟ خير؟ شو عم تعمل؟ شو برأيك عم نعمل صمد؟ عم نداهم الشركة. تعرفوا ملفات شركة إيزابيل؟ مين بيعرف مكانهم برأيك أنت؟ مين رح يعرف غير المحتال فكرت؟ أحميني يلا. ماشي يلا. أوب سيد فكرت، أوب خلينا نسكر التليفون لحتى نخلص شغلنا. ليك كل هالعالم واقفين عن شغلهم من الصبح؟ بعدين بتقدر تحكي مع مين ما بدك وتعمل اللي بدك اياه. مثل ما بتعرف سبيل خانم رح تخلينا هون للصبح لحتى نلاقي الملف. يعني هذا الشيء مزعج لنا كلنا سيد فكرت. قول وين الملفات هلا. يلا قول. خلينا نشوف شغلنا سيد فكرت. بس هالشي اللي عم تعملوه كتير غلط سبيل خانو، وعلى فكرة بيعتبر جريمة. شو كلمة السر؟ ما بعرف شو هي الكلمة. سبيل خانو، تعرفي سيد فكرت قديش أخذ ميزات هون بهي الشركة؟ وربح كم مشروع وقديش أخذ مصاري من شغل السياحة بالسر طبعاً. هذا الحكي كله افتراء. كيف جبت السيارة؟ اللي يعني جبتها براتبك القليل ولا شو؟ أو لنحكي عن الشقة يلي بأرقى منطقة باسطنبول، كيف دفعت حقها كاش؟ فيك تقلي؟ إذا قلت كلمة السر ما رح خبر بابا بشي. برأيي اعمل الشيء اللي عم تقلك عليه يا سيد فكرت، وإلا الأنسة ترفع عليه قضية نصب. أما شو رح تكون دعوة؟ رح تنهي حياتك. يعني سبيل خانم ما بتقدر تسيطر على حالها. عم يحكي عن تجربته، بعملها. شو كلمة السر؟ عيد ميلاد السيد تونجاي. كتير ذكي، عن جد ما بتخطر على بال شيطان.
سيبير خانو، نحن نسخنا الملفات وفينا نروح، مو هيك؟ افتح الباب بسرعة. خمس دقايق، خمس دقايق وعد، رح افتح بعد خمس دقايق وعد. إرهان، الرجال جاي معصب كتير. أي رجال؟ تون جاي يجي يشوف مصيبته. يجي افتح الباب. ما راح افتح. استنى استنى شوي، اكسره. خلص اهدوا يا جماعة، خلونا ما نخرب ممتلكات الشركة، مو هيك حكينا يا شباب؟ انتو شو فاكرين انكن عم تعملوا؟ إذا بدك منحكي بغرفتك أخي، مشان ما يسمع الكل بالنصب يلي عملته، مو أحسن إلك هيك؟ لا تؤاخذونا يا شباب. وحش يا أخي. فوتوا. ولك هون شركة كبيرة ومعروفة يا شباب. بتعرفوا الفضيحة اللي سببتوها باللي عملتوه هلا أنتو؟ بتحب نحكي عن فضيحتك أنت؟ أنت كيف بتنصب على عائلتك؟ رح أشرح لك الوضع سبيل خانو. شوفي وين كانت. أي هي؟ الطلبات يلي وصلت بعد عرض الأزياء. كأني شفت لسه كمان هون. عروض الشراكة يلي وصلت من برا البلد، ألمانيا وفرنسا. أنت ليش عم تسكر هاي الشركة أخي؟ قلي بالنهاية هاي شركة شغل، مو هيك؟ شو السبب يعني؟ شو دخلك أنت؟ عم تنخدعي بكلام هالزلمة؟ وعم تحاكي أخوكي بهالطريقة؟ أنت وعيانة شو عم تعملي؟ فهميني، هذا الزلمة اللي شايفتيه رح يدمرنا، رح يدمر عائلتنا، وأنت ليش ما عم تستوعبي هالشي سيبي؟ ليش؟ هلأ إذا أنت وقعت رح تقول إنه أنا السبب؟ ما؟ شو رح يعمل بابا لما يعرف بهالشي؟ روحي خبري يا أختي العزيزة، روحي قولوا له، قولوا له يلا. مفكرة بابا رح ينسى كل شي برجعك على الشركة بهالسهولة؟ يا بنتي فتحي عيونك، أنت هلأ لازم تتزوجي ولازم إنك تجيبي أولاد كمان. قبل ما تساوي هالشي بابا ما رح يطلع فيكي حتى، وإنه تعملي هالشي صعب كتير عليكي. يمكن رح نحل هالشي كمان. يلا نمشي. باي وحوش، عنا شغلة اليوم، جهز حالك على الساعة 8. شو رح نداهم شركة تانية يعني؟ بدنا نروح ناكل بمكان فخم، ظبط أمورك. إيه لكن أنا بأمرك يا ملكة الجليد. يا إرهان رح أحرقك يا إرهان، رح أحرقك أكيد، رح أحرقك بشكل أنت ما رح تقدر تنساه أبداً، نهائياً نهائياً ما رح تنساه. إيه أهلا وسهلا سبيل خانو. عن جد أنا آسف كتير، كان لازم أسحب لك الكرسي مو هيك؟ تفضلي. هاي مو أول مرة، دائما عم بغلط. تفضلي. شكرا لك. يعني بيقولوا في إتيكيت وأداب للمعاملة سيد إرهان، بس يلا شكراً لك، أنت كتير لطيف. لا ولو يا خانو. أهلا وسهلا، تفضل شو بتحبوا تطلبوا؟ المديرة هون اسألها. خلي الأستاذ يختار. إيه
سيبيل خانو، شو ما رح نحكي ليش اجينا؟ ومشان شو نحن هون هلا؟ لنقعد ونتعشى بهدوء؟ شو هالحكي؟ أنا ما عم بقدر ما أفكر بالشي الغريب اللي عم بيصير معنا هلا، يعني ما عم بستوعب شي أبدا. يا ريت تحكي بسرعة لحتى نرتاح. طيب رح أقدم لك عرض، وبهذا العرض رح تكسب أكتر بكتير أكيد. سيبي الخانوم، بدك كليتي؟ هيك كأنه يعني ما ضل غيره ما طلبتيه مني عدم المؤاخذة، عن جد ما خطر ببالي غيره. شو بدك مني لسه؟ أي سيني؟ أختي؟ شو عم تعملي؟ حبيبتي أنا مليت كتير هون، فيني إجي لعندك؟ بس أنا مو بالبيت هلأ. طيب وينك لكان؟ بمطعم لالا جول. لالا جول؟ حلو كتير، بترجاكي تخليني إجي لعندك يا أختي. منروح أنا وياكي بعدين. أي حبيبتي عندي ضيف هلأ. عم تحكي مع سيبيل؟ سلميلي عليها. مع مين أنتي؟ منحكي بعدين تمام؟ يلا هلأ روحي. أيوة فهمت. بطل أنطاليا ما هيك؟ أحسنتي يا سيبيل كور أصلاً. شو كان اسمه إيرهان مو هيك؟ هلأ لا تتبايخي علي، نحكي بعدين. إيه؟ أوكي. عن جد؟ أختي سيبيل طلعت أذكى وحدة بعيلتنا. والله هيك أنقذت حالة من هالبيت ونفدت بحياتها كمان، وهلأ ليكا مبسوطة بوقتها وما أحلاها. معك حق. Anyway يلا صحة وهنا. تخربط كل شي اليوم وما قدرنا نكمل أكلنا حتى. أنت منيحة؟ فيني أطلب منك طلب؟ طبعاً. تاخدني لهنيك بعد ما ينام بيركاي لو سمحت. تكرمي. إيه سبيل خانم، بصراحة سكوتك هذا بيخوفني شوي، يعني لو أسمع شو هو عرضك بسرعة برتاح كتير وبكون ممنونك. حتى لو بدي أرفض هذا العرض بدي أسمع منك شو هو اللي ببالك. بس برأيي لا تتسرع بحكمك سبيل خانم، يعني أنا رح روح إذا ما بدك تحكي. تمام، ألف صحة وهنا على الأكل. دقيقة، أنا لسه ما قلت لك أنك بتقدر تروح. عفواً؟ أنت فهمتني منيح، عود لشوف. أكيد أنا عم بسمعك، كلي آذان صاغية. أكيد أنت بتستاهل أكتر بكتير من هذا المكان اللي موجود فيه هلأ، وصدقني إنه هذا العرض رح يلبي لك أي شيء بدك إياه. يعني أنا لازم أقول لك هلأ تأثرت بكلامك هاد؟ هيك لازم؟ هيك فرصة بتجي على حياة الإنسان مرة واحدة بس. من حماسي هلأ قاعد بصعوبة شوي. ممكن ندخل بقلب الموضوع؟ قولي. أنا وأنت رح نتزوج. هذا الموضوع زاد عن حده كتير. أنت بتعرفي شو عم تعرضي علي؟ إيه أكيد أنا بعرف كتير منيح. إيه تصبحي على خير لكان. شو أنتوا هون كمان؟ شوفوا هالصدفة، يعني هي مفاجأة اليوم والليلة الحلوة مو هيك؟ مو هيك يا أختي الحبيبة؟ شو هاد؟ ما بدكم تعزمونا لنقعد على الطاولة سوا؟
سبيل؟ إرهان؟ نقدر نحكي على انفراد أنا وياكي؟ بشو رح نحكي؟ ليش ضل شي لنحكي فيه؟ تعالي معي رح نحكي، لازم نحكي. تعي طول بالك يا وحش وترك إيد البنت. أنت خراس. تمام بكفي، خلص لا تعملوا مشكلة هلا، وأنت امشي لنحكي بالشي اللي بدك إياه. يا عيني عليكي وأنا عم أقول هالشي.